منذ 11 من سبتمبر قبل 19 عاماً والإرهاب يحتل أولويات الناخبين الأمريكيين، حيث كان القضية الثانية بعد الاقتصاد حتى في الانتخابات الرئاسية الماضية. هذه المرة لم يعد الإرهاب حتى على القائمة التي يحتلها الاقتصاد والصحة والكورونا. It's less of a voting issue probably than at any point in the last two decades. ما لا شك فيه أن الإرهاب يبقى على سلم اهتمامات الأمريكيين، لكن في غياب هجمات إرهابية جديدة وفي ظل أزمة كورونا لم يعد الأولوية عند تصويت الناخبين لمرشح انتخابي. القلق من الإرهاب ليس الطريقة الوحيدة التي أثرت فيها أحداث 11 من سبتمبر على الانتخابات الأمريكية، فحربا أفغانستان والعراق اللتان تبعتا الهجمات كان لهما دور أيضا في انتخاب باراك أوباما عام 2008 بسبب رفضه لحرب العراق. المرشح دونالد ترامب شدد خلال حملته الانتخابية الماضية على معارضته لحرب العراق، ويحاول الرئيس الآن استغلال هذه النقطة ضد المرشح جو بايدن الذي أيد حرب العراق عام 2003 عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، حيث أعاد ترامب تغريدة فيديو يظهر أحد الجنود السابقين يدخل في جدل مع بايدن حول تأييده للحرب.